تمام. خلونا نبلش اليوم بهذا الفيديو. راح زي ما حكينا بس نحل اللي هي الاكسرسايزز اللي ضايله على 2.2. بعدها ان شاء الله بالله راح نكمل 2.3 زي ما اتفقنا. المهم يا جماعه، في عنا هلا سؤال من اهم الاسئله الموجوده هون، واللي بتمنى انكم جد تركزوا كثير منيح معي فيه لحتى نقدر نفهم كيف راح نشتغل بزي نوع، يعني بزي نوع هذا من الاسئله. بيحكي لنا السؤال هيك: sketch the graph of an example of a function f that satisfies all of the given conditions. تمام، شوف شو السؤال بده. بحكي لي السؤال انه بده اياني ارسم، هاي اول كلمه مفتاحيه، تمام، اول كلمه جدا مهمه، انه بحكي لي سكتش بده اياني ارسم جراف اوف ان اكزامبل اوف ا فانكشن، يعني بده اياني ارسم له رسمه لا فانكشن معين احنا مسمينه اف. هذا الاف بحقق ايش ماله؟ مجموعه من الشروط، هلا راح اكتب لكم اياهم. يعني هون في عندي شرط، شرطين، ثلاثه، اربعه، قد ما يكون بغض النظر، بس انا في عندي مجموعه من الشروط هذا الفانكشن اف بحققها. بناء على هذه الشروط بدي احاول ارسم ايش؟ رسمه اف. طبعا انتبهوا كثير يعني على صيغه السؤال وقديش بتكون مرات يعني دقيقه بطريقه ممتازه، واللي هي هون ايش بحكي لنا؟ sketch the graph of an example. تمام، هون حكى لنا an example، تمام، يعني مش شيء واحد، يعني مثلا مش the example، مثلا لو حكى لنا sketch the graph of the example of a function او مثلا sketch the graph of the function، تمام، كان الامور كثير بتفرق معنا. يعني زي عكنه بحكي لي انه هاي الرسمه حتكون لهذا الفانكشن وحيده، يعني فيش غيرها. لكن هون هو بده اف ان اكزامبل اوف ا فانكشن، يعني الاقتران معين بحقق هاي الشروط. فممكن نرسم عدد يعني كثير كبير من الرسمات، وكل واحد على كيفه برسم رسمه يعني، بس المهم انها تكون بتحقق الشروط. تمام، فاذا هلا يا جماعه بس ثاني مره على السريع، اللي رح نعمله هون انه في عندي مجموعه من الكونديشنز او الشروط اللي انا هلا بدي اراعيها لما ارسم رسمه اف. تمام، خلونا نشوف ايش هي هاي الشروط ونرسم هاي الرسمه. اول فرع عندنا بهذا السؤال هو كالتالي: بدي اني ارسم له رسمه او جراف لهذا الاقتران، بحقق له هاي الشروط: الليمت لا f of x as x approaches الواحد من جهه اليسار بدها تساوي 2. هاي اول شغله، بس دي انا اقبل الشباب. تمام، هلا ثاني شغله بحكي انه الليمت ل f x as x approaches الواحد من اليمين بتساوي ماينس 2. هي من اليمين. اخر شغله بحكي لي اياها انه f الواحد بتساوي 2. تمام، اوكي. اذا ثاني مره يا جماعه على السريع بس عشان اللي فاتوا جديد، راح ارسم هلا رسمه لاقتران اللي هو اسمه f واللي بحقق لي هاي الشروط الثلاثه. تمام، هلا نيجي نفكر بهذا السؤال. بحكي لنا الليمت ل f x as x approaches الواحد من جهه اليسار بتساوي 2، وكمان الليمت ل f x as x approaches الواحد من جهه اليمين بتساوي ماينس 2. هون يا جماعه كتب لنا كل واحد منهم لحال، يعني لما تقترب لليسار لحال ومن اليمين كمان لحال، ما حطليش اياهم بليمت واحده. كيف يعني بليمت واحده؟ قصدي انها تكون هيك الليمت ل f x as x مثلا approaches الواحد وبس، خلص بدون ما احكي يمين وشمال. ليش؟ انه انا في عندي اختلاف، من اليسار لها قيمه معينه ومن اليمين لها قيمه ثانيه تماما. لو هذول التنتين لهم نفس القيمه كان هذول الشرطين اختصر لي اياهم بشرط واحد، واللي هو بيكون بهذا الشكل. لو لكن كل واحد منهم لها قيمه مختلفه عن الثانيه، مش مشكله. هلا كيف بدي ارسم رسمه لهالفانكشن هاد اللي ليمت للواحد من اليسار 2 من اليمين سالب 2 وصورته 2؟ هات نشوف شو رح نعمل. اولا شو باجي بعمل؟ انا ايش هي القيم اللي بالسينات انا عندي؟ تمام، باجي بسال حالي ايش هي القيم اللي على محور السينات رح تكون. القيم اللي رح تكون على محور السينات هي هاي اللي جوا الواحد بتمثل لي الاكس، الاكس تقترب من كذا بتمثل لي برضه قيمه للاكس، والاكس تقترب من كذا كمان بتمثل له قيمه للاكس. تمام، هلا الاكس انا تقترب من الواحد، بس سواء من اليمين او من الشمال مش مشكله، بس المهم انه هون في عندي الواحد، يعني هاي هذه هون اول نقطه انا عندي. هلا النقطة هاي اف الواحد تساوي 2 هي مش نقطة جديدة، برضه الواحد، يعني هاي هون اكس وهذه هون كمان اللي هي الواحد اكس وهاي الواحد كمان اكس، كلياته عبارة عن نفس النقطة اللي هي عبارة عن الواحد. فكل تركيزنا فعليا رايح يكون بس على هاي النقطة اللي هي عبارة عن واحد. تمام، هلا باجي بسأل كمان ايش هي القيم اللي عندي على محور الصادات؟ ايش هي قيم الواي؟ هلا قيم الواي هون هي عبارة عن الجواب أو الصورة
لاف الواحد اللي هي هون مثلا تنين، او هي عباره عن جواب الليمت زي هون هي عباره عن تنين وسالب تنين، صحيح؟ يعني جواب هذا الليمت هو عباره عن ايش؟ القيمه في الواي اكسس. نفس الشيء بالنسبه لهاي الليمت، ونفس الشيء كمان بالنسبه ل اللي هي اف الواحد تساوي تنين. فبالتالي القيمه اللي انا عندي بالصادات هي عباره عن هاي تنين وكمان عباره عن سالب تنين، هذول هم القيم. هلا بعد ما انا حددت القيم اللي انا عندي، بقدر اني اصير ارسم شوي شوي بالرسمه هاي. كيف يعني؟ لا لا هبه لسه هلا يعني بلش نحكي تقريبا يعني. هلا ارد بعد قاعده سريعه على الموضوع. المهم هلا نحكي هون لما تلف الاكس، لما اكس اقترب للواحد من اليسار بدها تساوي 2. شو يعني الواحد من اليسار؟ معناها انا وين باي منطقه؟ هاي صح؟ انا هون للواحد من اليسار، اقل من الواحد بشوي. هلا بحكي لكم انه اقل من الواحد بشوي الصوره تاعته او الليمت بتكون رايحه للتنين، شو يعني؟ يعني الالكترون بده يكون جايب شيء بهالشكل تقريبا. شيء بهالشكل او بهالشكل او بهالشكل او حتى كمان بهالشكل او بهالشكل، ما بيهمنيش. بقدر ارسم اي خط بدي اياه، بس المهم يكون محقق لي انه الليمت للواحد من اليسار تكون بتساوي 2. هلا بنلاحظ لو احنا اجينا عند الواحد من اليسار ناخذ بس مثلا هيك رقم كثير قريب ونرفع خط لفوق، لاحظ انه فعلا جاي عند التنين زي ما احنا بدنا. ففعليا هذه هي الفكره من كل هذا السؤال، تمام؟ اذا هلا ثاني مره بس نرسم الرسمه بشكل كامل. انا عندي هون الواحد، وعندي هون اللي هو التنين، وعندي هون كمان السالب تنين. هذه هي القيم اللي احنا اتفقنا بتهمني بهذا بهي الرسمه. هلا زي ما حكينا الواحد من اليسار تنين، معناها الرسمه راح تكون تقريبا جاي بهالشكل. يعني هي هون لما نروح عند الواحد حتكون تقريبا جاي بهذا الشكل. هلا الواحد من جهة اليمين فعليا هي هون بهاي الناحية. هلا لما الليمت للواحد من جهة اليمين تساوي سالب 2، معناها انا هيني هون تحت وبدي اجي عند اللي هي الواحد، تمام؟ فبالتالي بكون تقريبا برضه اذا بدكم نحكي بهذا الشكل. بغض النظر بدكم ترفعوها لفوق تنزلوها لتحت، مش هاي هي المشكلة العظيمة يعني، عادي. المهم انه يكون بمثل لي فانكشن. فبالتالي بقدر ان اخذ هاي الرسمه اللي هي باللون الاخضر بالنسبه للليمت لاف الاكس از اكس ابروتشز الواحد من اليمين بتساوي سالب 2. لانه بنفس الطريقه هلا لو اخذ رقم على يمين الواحد وانزل فيه بنزول لتحت، شو راح يعطيني صورته؟ سالب 2. هلا بضل عندي اخر شيء بس واللي هو اهم شيء، الصوره اللي لها. ايش هي صوره الواحد؟ بحكي لنا صورته 2. اذا هاي هون بخليها عباره عن نقطه مغلقه، وبالنسبه لي السالب 2 هاي بخليها عباره عن نقطه مفتوحه. بس هذا هو الفرق، لانه طبعا بصيرش انها تكون مسكره من عند التنين وسالب تنين، هذا وطى الفانكشن يا جماعه، صح؟ فبالتالي بس بخليها مسكره عند التنين، واي قيمه ثانيه غير التنين بخليها عندها مفتوحه. هذه هي الفكره بهذا السؤال. في حدا يا جماعه عنده اي سؤال عليه؟ طبعا هلا برضه بعيد اعاده سريعه للي فات جديد، بس اللي متابعين معي من الاول، حدا مش فاهم ايش اللي كنت عم بعمل فيه؟ ممتاز. اوكي مدلين. اوكي جماعه خلونا بس نرد نعيد اعاده سريعه جدا للسؤال هذا عشان اللي فات جديد هلا. ثاني مره يا جماعه، السؤال طبعا هون كان يحكي لنا سكتش سكتش ذا جراف اوف ان اكزامبل اوف ا فانكشن اف ذات ساتسفايز اول ذا جيفن كونديشنز. بدينا نرسم رسمه لهذا الالكترون اللي بحقق الشروط التاليه. حكينا انه هو بصيغه السؤال نفسه مبين لي انه ممكن يكون في عندي اكثر من رسمه، يعني مش شرط يكون بس في عندي رسمه واحده وبس، لا، ممكن ارسم رسمه وتنتين وثلاثه واربعه، كل ما بقدر اغير شوي تغيير بسيط بتطلع عندي رسمه جديده فعليا، هلا بفرجيكم كيف انا قصدي. لكن المهم انه انا في عندي هاي الكونديشنز، وبدي اياني ارسم له ايش؟ رسمه تنطبق عليهم كلياتهم. فتاني مره على السريع صرنا نحكي كبدايه شو اللي بعمله؟ بحكي انا ايش هي القيم المهمه اللي بدي اياها تكون موجوده على هذا المحور سواء بالستينات او بالصادات. جينا حكينا القيم المهمه فعليا هي هاي القيم اللي موجوده بالكونديشنز، سواء التنين او سالب التنين عفوا والتنين. هذول القيم ايش مثلوا لي؟ جواب الليمت او سواء جواب اللي هو الاف، هذول مثلوا لي القيم للواي اكسس، تمام؟ هذول هم بالعدل الصور يعني. يعني ما بنقدرش نحكي صور لانه هنا في عندي ليمت، ولكن بمثلوا لي اللي هي ايش؟ القيم بتاعت الواي اكسس. بنفس الطريقه القيم اللي جوا الاف زي هاي الواحد او الاكس تقترب للواحد من اليمين او من اليسار، هذول كلياتهم بيمثلوا لي القيم تاعون الاكس اكسس. فبالتالي انا هلا عارف انه على الاكس اكسس بتهمني هاي النقطه اللي هي عباره عن واحد، وعلى الواي اكسس بتهمني هاي النقطه 2، وكمان بتهمني هاي النقطه اللي هي عباره عن سالب 2. هلا
بعد ما عرفت ايش هي النقاط اللي بتهمني بدي اجي على الكونديشنز هاي. بتحبوا تبلشوا باول واحد اللي هم الليمتس بصير، وبتحبوا تبلشوا مثلا بالصوره برضه بصير. انا قبل شوي بلشت باني بالليمتس اشوف هاي الليمت لما اكس تقترب للواحد اللي صار لما تروح ومن اليمين لوين بتروح. خلونا هالمره نغير شوي ونبلش مثلا لما الصوره اف الواحد تساوي 2. شلون اف الواحد تساوي 2؟ هاي الواحد وهي التنين، معناها هاي صورة الواحد بس عند التنين مش أكتر من هيك. تمام، هذه هي صورة الواحد اللي هي عبارة عن تنين بس مش أكتر من هيك. هلأ نيجي لفكرة الليمت. بحكي لي إنه هو الليمت لف الاكس لما اكس تقترب للواحد من جهة اليسار بتساوي تنين. طيب إيش معنى هذا الحكي؟ إنه الرسمة تقريبا رايحة تكون بهذا الشكل، يعني هاي الرسمة مثلا بتزبط. ليش؟ لأنه لو أخذت أي قيمة من اليسار، شو يعني يسار الواحد؟ القيم اللي قبل الواحد هون يعني. لو أخذنا أي قيمة مثلا هاي وطلعنا فيها لفوق، شو بتكون صورتها؟ 2. فبالتالي هاي الليمت لما X تقترب للواحد من اليسار بتساوي 2. هلأ بنفس الطريقة بدنا نعمل لما الليمت تقترب للواحد من جهة اليمين. شو يعني واحد من جهة اليمين؟ يعني هاي المنطقة. بدي إياها تكون هلأ عبارة عن سالب 2 مش 2. فبالتالي بنفس الفكرة بالضبط، باجي بحكي هيك. عشان تكون هاي عبارة عن سالب 2 تقريبا باخذ مثلا زي هذا الخط بهالشكل. ليش؟ لأنه لو اخذ أي قيمة بعد الواحد بشوي وأنزل هون مثلا خط، لوين بتروح؟ لعند السالب 2. هلأ الفكرة الأهم من كل هاد، الصورة اللي أنا عندي هون إيش حكينا للواحد؟ هي عبارة عن 2. ما بصير دائما يعني دائما بأي فانكشن ما بصيرش إنه العنصر نفسه اللي بالدومين يكون في له صورتين. تتذكروا لما حكينا بأول فيديو أو بأول محاضرة؟ إنه كل عنصر في الدومين بروح بس لرقم أو لصورة واحدة في الكودومين، ممنوع يروح لأكثر من هيك، غير هيك ببطل اسمه فانكشن. فبالتالي عشان هذا يكون فانكشن، ممنوع مثلا هذا الواحد تكون صورته 2 اللي هو بده إياها تكون 2 وتكون بنفس الوقت سالب 2. فشو بعمل؟ بس بخلي عند السالب 2 نقطة مفتوحة. هذا معناه إنه الواحد مش صورته سالب 2، لا الواحد صورته هي فوق 2. هيك يا جماعة بيكون الفانكشن اللي أنا عندي فانكشن وبحقق هاي الشروط الثلاثة. حدا في عنده اي سؤال على هاي؟ طبعا صح حكيت لكم انه هون نقدر نرسم اكثر من شغله، وهذا الشيء طبيعي. شوفوا لو هلا هاي مثلا اللي هي لما تقترب من اليسار، ممكن مثلا ارسمها بهاي الشكل. هاي هذا مثلا الاخضر هون، ولو تقترب مثلا من السالب 2 الواحد عفوا من اليمين تساوي سالب 2، ممكن مثلا نرسمها بهذا الشكل تكون هيك طالعه، او ممكن مثلا نرسمها هيك خط مستقيم وهذا كمان خط مستقيم، فيش اي مشكله. ففي عدد يعني كثير كبير من الكيرفز اللي بقدر اعملها بحققوا هدول الثلاث شروط لهذا الفانكشن، يعني هو فعليا عدد لا نهائي من الكيرفز. المهم يا جماعه في حد عنده اي سؤال على هاي الرسمه؟ ولا هيك واضح؟ ممتاز. هلا يا جماعه انا يعني حاولت قدر الامكان ان شاء الله اني اكون جد وضحت كيف نشتغل بهيك حالات او بهيك اسئله. فهلا يا ريت انكم تشاركوني اكثر بكثير كيف بدنا نرسم الرسمة الثانية. حناخد كمان رسمة أشوف فهمكم هلأ. أول إشي، أول شرط لهاي الرسمة إنه الليمت لف الإكس as x approaches 3 من جهة اليمين بتساوي 4. ثاني شرط هو عبارة عن إنه الليمت لف الإكس as x approaches 3 من جهة اليسار بتساوي 2. ثالث شرط إنه الليمت لإف الإكس بتساوي تنين، طبعاً as x approaches السالب 2 بتساوي 2. وأربعة إنه إف الثلاثة بتساوي 3 and إف السالب 2 بتساوي 1. هذه هي الشروط اللي إحنا عنا بهذا السؤال. يلا جماعة مين حابب بلش معاي نفكر أنه يا كيف نرسم هذا الإلكترون وفقاً لهاي الشروط؟ احسان يلا بس انحلها. لا بس احلها اجرب اول. صوتك مش طالع احسان. ايه بقول بدي اجرب احلها او دقيقه بالله بجوز المشكله من عندي مش عارف. سوري ثاني مره احسان بينك الله بس تفضل هلا اتوقع اسمعك. ايه كنت اقول لك تعطينا دقيقه نفكر فيها نحلها. يلا فيش مشكله. حوقف الريكورد شوي اذا هيك عشان التسجيل ما يكونش كثير طويل وبس تكونوا جاهزين احكوا لي.
تمام. يلا عم احكي هلا ثاني مره ايش معنى هاي، انه ليميت الاف الاكس از اكس ابروشز ماينس 2 بتساوي 2، انه نهايه الاثنين من اليمين ومن اليسار بتساوي 2 100%. النهايه لاف الاكس از اكس ابروشز السالب 2 من جهه اليمين، او كمان اللي هي النهايه لاف الاكس از اكس ابروشز السالب 2 من جهه اليسار، على الحالتين بتساوي 2. هاي معلومه جدا مهمه نكون عارفينها. اوكي يا جماعه يلا هلا بعد ما عرفنا هاي المعلومات كلها بدنا نرسم زي ما حكيتوا لي انتوا قبل شوي من الاشي اللي جربته. فصح هلا هون احسان شو حنعمل تاني مره؟ انا عندي 3 من اليمين، هلا باجي عندي 3 هون صح، هاي ال3 هذا الرقم كتير بهمني اللي هو ال3 هون، وكمان الارقام الثانيه اللي بتهمني السالب 2، هاي اللي هي الارقام اللي على السينات، وكمان الارقام اللي بتهمني هي عباره عن 4 و2 و1، هاي الواحد 4 و2 وهي 2 وهي 4، هذول هم ايش مالهم؟ القيم اللي على محور الصادات. هلا نجي للثلاثه من جهه اليمين هي عباره عن 4، فلو اجيت هاي الثلاثه، هلا الثلاثه مع الاربعه يعني شايفين هاي النقطه اللي هي 3 4، كونه هاي مش الصوره تاعتها فمن هلا خلينا نحطها ايش مالها عباره عن دائره مفتوحه. بالضبط نحطها من هلا عباره عن دائره مفتوحه. بنفس الطريقه الثلاثه من جهه اليسار بقول لك انها 2، ولكن هاي برضه مش صورتها، فبالتالي كمان من هلا خلينا نحطها هي عباره عن دائره مفتوحه. بينما الثلاث ايش صورتها؟ 3، فعليا هذه هي النقطة اللي هي تعتبر الصورة تاعت الثلاث. ممتاز. هلا من جهة اليمين هي عبارة عن 4، لو اخذنا هذا الخط هيك بكفي عنا بالغلط. ليش؟ لأنه هي لو اخذ على يمين الثلاثة أي رقم واطلع فيها لفوق بتكون صورة قديش؟ 4، وهذا هو المطلوب. هلا نيجي لوين؟ للأربعة من جهة، عفوا للثلاثة من جهة اليسار. هلا 3 من جهه اليسار ايش بحكي لك؟ انه هي عباره عن 2، وبنفس الوقت ها شوفوا كيف هلا هون رح نشبك الامور مع بعض. بحكي لك انه الليمت الاف الاكس از اكس ابروش السالب 2 كمان هي عباره عن 2، طبعا هاي حكينا معناها من اليمين ومن اليسار. هلا هاتوا نشوف هاي السالب 2 وهي ال 2، بما انه حكي لي انه اف السالب 2 هي عباره عن 1، معناها صوره ال 2 مش 2 صح؟ صوره ال 2 هي عباره عن 1، فهي صوره السالب 2 وهي بنخليها عباره عن دائره مفتوحه. لعندهم كله تمام؟ فهمتوا او يعني وصلت لكم ليش انا عم بعمل بعض النقاط كنقاط مفتوحه وبعض النقاط بعملها نقاط مغلقه؟ تمام. بس الخط المستقيم اللي عملته ليش هيك شكله؟ عادي، بدك اياه تعملي خط مستقيم اعملي، بدك تخليه خط طالع لعند اللانهايه برضه بصير، بدك تخليه خط نازل برضه بصير، فيش اي مشكله. أنا اللي بهمني بس شغلة واحدة، إنه يكون على يمين الثلاثة النهاية بتكون بتساوي 4، فبالتالي لو عملنا هذا الخط اللي هو المستقيم، أو لو عملنا مثلا هذا الخط، أو لو عملنا كمان هذا الخط هذا الخط هذا الخط، أبدا فيش مشكلة يا هبة، أي واحد منهم بزبط تمام. لكن هون بما انه يعني حسيتوها غريب انه يكون في خط مستقيم فخلينا عليه، يعني عشان تتعودوا انه يكون انه شيء طبيعي عادي يكون في خط مستقيم. تمام. هلا هذا بالنسبه لليمين. هلا بالنسبه لليسار، شوفوا اليسار للثلاثه 2 واليمين للسالب 2 كمان 2، فبقدر خلينا نشبكهم مع بعض. كونه هون عملنا خط مستقيم خلينا نغير شوي. لو ناخذ مثلا هذا الخط عباره عن بهالشكل هذا. تمام. وهلا اخر شيء بضل عندي بس ايش؟ انه الليمت لاف الاكس از اكس ابروشز السالب 2 من جهه اليسار تكون بتساوي 2. فهلا برضه لو اخذناها خط مستقيم او لو اخذناها هيك مثلا فيش اي مشكله. تمام يا جماعه؟ هيك بتكون الرسمه للالكترون اللي احنا عندنا. حدا عنده اي سؤال؟ او حدا مش فاهم كيف رسمتها؟ استغل بك الدوائر المفتوحه والمغلقه. تمام. هلا شوف يا منير. شو حكي لنا هون؟ امتى انا بحط دائره مغلقه وامتى انا بحط دائره مفتوحه؟ بحط دائره مغلقه بس لما يحكي لي انه مثلا اف الرقم بيساوي رقم معين، او اف يعني زي هون اف 3 تساوي 3، او مثلا اف السالب 2 يعني ما في من اليمين او اليسار. بالضبط، لما يكون في عندي ليميت مش معناها صوره، لا. الليميت انا بقترب من قيمه معينه على السين اللي هو محور السينات او الاكس اكسس، فبالتالي بتكون الفانكشن ككل بقترب برضه من نقطه معينه على الصادات، بس هذه هي الفكره. تمام، فبالتالي ما بقدر اني اخذها كصوره. الليمت مش هي نفسها الصوره. الصوره هلا هون زي هاي اف 3 بتساوي 3، فاخذت هاي الثلاثه وهي صورتها 3. بينما الليمت لانه انا في عندي ليمتس هلا هون،
فعشان أميز الصورة عن الليمت بخلي عند كل ليمت تكون الصورة لهي الثلاثة عبارة عن فترة مفتوحة، عفوا دائرة مفتوحة يعني أو نقطة مفتوحة، تمام؟ فهون للتأكيد هاي برضه دائرة مفتوحة، مسحت أنا بمسح. أوكي جماعة، في أي عندكم أي سؤال تاني على الرسمة؟ بس أغلبك جهة اليسار. لا أي واحدة بالضبط؟ للسالب 2؟ للثلاث والسالب 2. تمام. هلا إحنا بدنا إيش ماله من جهة اليسار؟ بدنا إياها تكون 2. هلا برضو أنا ما بهمني غير إيش؟ ما بهمني غير إني أوجد أي رسمة، يعني أرسم أي كيرف معين يكون. بس المهم إنه أحقق كل الشرط إنه تكون على يسار هاي الثلاثة بتروح للتنين. هات نشوف لو إحنا أخذنا أي قيمة على يسار الثلاثة هاي عم تطلع لفوق، لأنه أنا الفانكشن أنا عندي فوق بتروح هيك. هاي لون عم تروح للتنين، فبالتالي هاي الرسمة أوفت بالغرض. ممكن مثلاً إيش أخذ رسمة بطريقة تانية تكون بهالشكل تقريباً هيك، أو ممكن برضو أخذها خط مستقيم زي ما أخذت التانية، فيش أي مشكلة يا هبة. المهم إنها إيش تكون الرسمة بتحقق للشرط اللي أنا عندي، تمام؟ خلونا إذا بتكم على هذا. هلا آخر شيء بالنسبة للسالب 2، من اليمين برضو 2، فهيو هذا الخط المستقيم برضو بحقق للشرط، لأنه لو نعمل هذه هيك بتكون رايحة لعند 2. من سالب 2 برضو من جهة اليسار برضو بتروح للتنين، فبالتالي لو أخذت أنا مثلا زي هذا الكيرف هي عم بروح للتنين، فبالتالي هذا الكيرف يكون حقق لكل الشروط وهو عبارة عن function. وصلت يا جماعة ولا أرد أعيد أي فكرة فيها؟ أي جماعة؟ وصلت وصلت. أوكي ممتاز. الباقي يا جماعة فاهمين ولا لا؟ كله تمام. السلام عليكم. تمام التمام ممتاز. هلا خلونا نروح لسؤال جديد. السؤال هو عبارة عن الانفينيت ليميتس. مين يذكرني شو يعني انفينيت ليميتس؟ ايش يعني ميزتها هاي الانفينيت ليميتس؟ اللي بيكون جوابها يا سالب انفينيت يا موشم 100%. هي الليميتس اللي بيكون الجواب تاعها اما انفينيتي او ماينس انفينيتي. لو اخذنا هلا هاي الليمت اللي هي الليمت ل 2 ماينس اكس على اكس ماينس 1 كلياتها تربيع as x approaches الواحد. يلا مين حابب يحل؟ ناخذ النهايه من اليمين ومن اليسار 100%. اول إشي باخذ الليمت لهذا الفانكشن نفسه 2 ماينس اكس على x ماينس 1 كلها تربيع as x approaches الواحد من جهة اليمين. قديش هلا هاي بتطلع يا وئام؟ infinity. infinity موجة. تمام. هلا شوف كيف نفكر فيها بس شوي شوي عشان الباقي. واحد من اليمين شو يعني؟ رقم أكبر من الواحد بشوي. هلا 2 ناقص رقم أكبر من الواحد بشوي موجب ولا سالب ولا صفر؟ موجب. 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 ممتاز. نجي على المقام. رقم أكبر من الواحد تربية. بشوي ناقص واحد شو يعني؟ بتضل الشوية الصغيرة هاي اللي هي أنه رح يكون رقم أكبر من الصفر بشوي. رقم أكبر من الصفر بشوي تربيع عشار يعني معناها كمان عبارة عن موجب. فإذا هون صار في عنا شغلتين. الأول إن لما أنا عوض الواحد بعطيني بالمقام زيرو بينما البسط مش زيرو، فبالتالي أكيد الجواب يا ما لا نهاية يا ماينس ما لا نهاية. تمام؟ شوف لما نعوض الواحد 2 ناقص واحد واحد على واحد ناقص واحد زيرو، فهي بتصير عبارة عن واحد على زيرو واللي هو عبارة عن ما لا نهاية أو ماينس ما لا نهاية. كيف بدي أحدد؟ حكينا بما أنه عم باخذ من اليمين إذا بدي رقم أكبر من الواحد بشوي 2 ناقص رقم أكبر من الواحد بشوي هيكون عبارة عن رقم موجب. رقم أكبر من الواحد بشوي ناقص واحد حيكون عبارة عن رقم أكبر من الصفر بشوي، وتربيعه كمان عبارة عن حيكون رقم موجب، فبالتالي هاي موجب على موجب يعني ما لا نهاية. نيجي للثاني الليمت ل 2 ماينس x على x ماينس 1 كلياتها تربيع as x approaches الواحد من جهة اليسار. يلا شو رأيكم بهاي؟ مين يفسر لي إياها زي ما بشرح؟ رح تطلع برضو موجب انفينيتي لأنه عندنا 2 ناقص العدد أقل من الواحد من اليسار بشوي رح يكون موجب. تمام. عندنا المقام رح يكون موجب.
ليش المقام موجب وام؟ تربيع. بالضبط. يعني هون المقام لو ما فيش تربيع حيكون عندي سالب، رقم اقل من الواحد بشوي، مثلا زي 99% ناقص واحد حيعطيني رقم سالب، لكن كله تربيع فبعطيني ثاني مره عدد موجب. فبالتالي احنا متاكدين انه هاي الليمت هي جواب، هي ما لا نهايه يا سالب ما لا نهايه. لكن شو اللي باكد لنا بالضبط هاي او هاي؟ هي عباره عن التعويض من اليسار او من اليمين. فالمعوضنا برضه هلا من اليسار طلعت معنا ما لا نهايه. نقدر نستنتج على هذا الحال انه الليمت لاتنين ماينس اكس على اكس ماينس واحد كلها تربيع as x approaches الواحد هيك بشكل عام بتساوي قديش؟ ما لا نهاية. حدا يا جماعة عنده أي سؤال على هاي؟ أي سؤال؟ تمام ممتاز. رقم تنين عندنا هو كالتالي، الليمت لx cosecant x as x approaches 2 باي من جهة اليسار. يلا يا جماعة شو رأيكم هلأ بهذا السؤال؟ كيف نحله؟ لو أي أكيد طبعا شوي. ايوه خلاص هيد سأل. لا أكيد. يلا يا جماعة هلأ شو رأيكم بهذا السؤال؟ الليمت لx cosecant x، شو أول فكرة بتخطر لكم إنه نعملها؟ هذا بس نعطيكم إياها من اليسار، يعني مش رح نفحص يمين وشمال، هو بس بده إياها من اليسار. نحط الكوسيكنت الواحد على ساين الإكس. 100% بالضبط، هذا عبارة عن الليمت لإكس على ساين الإكس as X approaches 2 باي من جهة اليسار. تمام؟ هلا شوفوا يا جماعة، لو نيجي نعوض عدد مباشر، مكان الإكس 2 باي ما اختلفناش. هلا بعديها كوسيكند 2 باي، طب شو يعني كوسيكند 2 باي؟ هي نفسها عباره عن 1 على ساين 2 باي، تمام؟ فبالتالي لو خليناها من الاساس، يعني خلينا الكوسيكند من الاساس 1 على ساين بيكون افضل لنا. فخلينا هالليمت لاكس ضرب 1 على ساين، يعني اللي هي نفسها اكس على ساين، از اكس ابروتشز 2 باي. هلا احنا بنعرف انه اكس هي عباره عن 2 باي، يعني هاي حيصير معي الاكس حعوض مكانها 2 باي، وساين 2 باي قديش بيساوي؟ صفر. صفر. تمام؟ فإذا هاي عبارة عن 2 باي على 0. فإذا الجواب سلفا يا ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. لكن كيف بدي أتأكد هلا من هذا الحكي؟ بدي أشوف لما أنا أعوض 2 باي من جهة اليسار، هل بيكون الجواب ما لا نهاية ولا سالب ما لا نهاية؟ شو رأيكم؟ كيف نتأكد؟ الرسمة بالضبط، يسلم تمك أبو ثينا. بدنا نعمل اللي هي أو نشوف رسمة الساين. لو اجينا على رسمه الساين كلنا بنعرف انه هي عباره عن شيء بهالشكل هاد. من هون بتكون انا عندي او دقيقه بس لانه شوي على اوكي، من هون انا بكون عندي اللي هي هيك، سوري هاي الكوساين بتكون انا عندي هيك وهيك بهالشكل، بحيث انه انا هون عندي اللي هي باي على 2 وهون باي وهون 3 باي على 2 وهون اخر شيء 2 باي. هلا انا شو اللي بدي اياه؟ بدي 2 باي من جهه اليسار. شو يعني 2 باي من جهه اليسار؟ يعني اقل من 2 باي بشوي. يعني هون لو اجينا ونزلنا لوين انا بكون رايح؟ للسالب صح؟ يعني بالتالي لما انا اعوض 2 باي من جهه اليسار فعليا الجواب اللي انا بطلع معاي فعليا عباره عن جواب سالب. فبالتالي ما بيكون الجواب عباره عن باي، بيكون عباره عن ماينس باي. حدا يا جماعه عنده اي سؤال على هاي؟ او حدا مش فاهم كيف عملنا هاي حلينا هذا السؤال؟ ممتاز، إذا هيك ردوا ارجعوا يا جماعة على نفس اللينك نكمل بس آخر سؤال. ضايل علينا. أوكي يا جماعة، هلا آخر سؤال عندنا لهذا السكشن هو كالتالي. بحكي لنا find vertical asymptote او asymptotes بغض النظر قديش حيكون عددهم لهذا الفانكشن y بدها تساوي x تربيع بلس 1 على 3x ماينس 2x تربيع. يلا شو متذكرين كيف كنا نشتغل لما انا بدي اوجد vertical asymptote لفانكشن معين او asymptotes؟ طبعا
ويا ما طلعش صوتك عندي. نساوي المقام بالصفر. ايوه تمام بالضبط صح يا مادلين. اول شيء كنت بس بطلع على الفانكشن انا عندي شو نوعه، هل هو عباره عن اقتران بسط على مقام، هل هو عباره عن اقتران لوغاريتم ولا غير هيك. اذا غير هيك خلص فيش عندي مشاكل. اذا واحد من هالتو فانكشنز هذول فبالتالي بنشتغل على الفيرتيكال اسيمتوتس، يعني بكون في عندي غالبا فيرتيكال اسيمتوت. اول خطوه بعد ما اكون قررت اذا هذا الفانكشن فيه له فيرتيكال اسيمتوت او لا هو اني اشوف المقام تاعه، اصفار المقام هذا. لهيك هلا باجي بحكي 3x ناقص 2 x تربيع بتساوي 0. شو معنى هذا الحكي؟ كيف بدي احل هلا هاي المعادله؟ طلع الاكس عامل مشترك. بالضبط بصير عندي 3 ناقص 2 x بدها تساوي 0. اوكي يا وئام كملي. x بتساوي 0 و x أو بتساوي 3 على 2 100%. اما هاي الاكس تساوي 0 او هالاكس هاي تساوي 3 على 2. هدول القيم شو بنحكي عنهم؟ انهم عبارة عن القيم المرشحة او من الممكن انه يكون في عندها vertical asymptote. لسه احنا ما بنعرف تمام؟ عشان نتأكد اذا احدى هاي القيم في عندها vertical asymptote او لا شو بنعمل؟ بنشوف اذا القيم بيحققوا احد الشروط. وايش هو الشرط يا وئام؟ كيف كنت اشتغل عليه؟ انه النهاية من اليمين او من اليسار او النهاية جميعها تكون بتساوي الانفينيتي أو سالب أنت 100%. إذن بشكل عام عشان أقدر أعرف إذا في عند قيمة معينة vertical asymptote أو لا باجي بأخذ الليمت للفنكشن اللي أنا عندي اللي هو مثلا زي هون x تربيع بلس 1 على 3x minus 2x تربيع as x approaches إحدى هاي القيم سواء هون أنا عندي 0 أو 3 على 2 رح نختبر التنتين. نأخذ مثلا هلأ 0 باجي بأخذ الx تقترب لل 0 سواء من اليمين أو من الشمال أو بشكل عام. إذا الجواب لهاي الليمت كان عبارة عن ما لا نهاية أو ماينس ما لا نهاية بنحكي إنه عند هاي القيمة اللي هي زيرو بيكون في عندي vertical asymptote. تمام خلونا نأخذ مثلاً الإكس تقترب للزيرو من جهة اليمين مثلاً. حاولت نعوض أنا وياكم. زيرو زائد واحد اللي هو البسط عبارة عن واحد. المقام زيرو ناقص زيرو عبارة عن زيرو. فمبدئياً هاي عبارة عن يا ما لا نهاية يا ماينس ما لا نهاية. حاولوا خلونا نشوف. شو رأيكم؟ هل هاي رح تكون ما لا نهاية ولا ماينس ما لا نهاية؟ إذا بدكم عشان بس شوي نخلي الأمور أبسط خلونا نكتب الليمت هاي بهذا الشكل x تربيع بس 1 على x في 3 ناقص 2x. ممكن هيك تكون ما بعرف أبسط لكم شوي as x approaches 0 من جهة اليمين. يلا يا جماعة هلا لو ناخذ رقم أكبر من الواحد بشوي البسط مبين أنه موجب. x تربيع عبارة عن مقدار دائما موجب وزائد واحد كمان عبارة عن مقدار موجب فالبوست دائما بوزيتيف. نيجي للمقام. هلأ لو إحنا أخذنا رقم أكبر من الصفر بشوي ضرب 2 وهذا المقدار كلياته رح أطرحه من الثلاثة شو بعطينا رقم موجب ولا سالب؟ موجب. موجب أكيد. لو أنا في عندي مثلا زي 1% مثلا ضرب 2 يعني 2% ضرب سالب سالب 2% 3 ناقص 2% قديش يعطيني رقم موجب. تمام ضرب الاكس هاي كمان ايش اشارتها؟ موجبة. اذا موجبة يكون موجب بالضبط. تمام اذا ثاني مرة الاكس تقترب للزيرو من جهة اليمين معناها الاكس قيمتها موجبة فهلا هاي صارت عبارة عن بوزيتيف وهذا المقدار كلياته عبارة عن بوزيتيف فموجب على موجب راح يعطيني الاشارة موجبة فهذا بيطلع ما لا نهاية. تمام حد عنده يا جماعة على عندهم أي سؤال؟ ممتاز. إذن هلأ بنحكي إنه X ها ديروا بالكم دائما ركزت عليها أنا هاي X equals 0 is vertical asymptote of F. هلأ الشغلة الأخيرة اللي ظلت علينا إنه إيش نشوف اللي هي القيمة الثانية 3 على 2. نفس الطريقة بدي أخذ الليمت للفنكشن اللي أنا عندي X تربيع بلس 1 على x في 3 ناقص 2x as x approaches 3 على 2 ومثلا برضو ناخذها من اليمين. هلا شو راح يطلع معنا جواب هاي الليمت؟ البسط هو عباره عن 9 على 4 زائد 1 يعني ما بيساوي 0. تمام البسط هون انا ما بيساوي 0 عندي. نيجي على المقام. المقام لو عوضنا 3 على 2 اكيد راح يعطيني 0 لان هو اساسا هذا احد اصفار المقام يعني.
فإذن الجواب برضو هون راح يكون يا ما لا نهاية يا سالب ما لا نهاية، واحدة من هذول التنتين. كيف بدي أتأكد؟ بدي أخذ رقم أكبر من 3 على 2 بشوي. نرجع الثاني مرة لنفس الحكي، X تربيع بلس 1 إيش ماله؟ موجب ولا سالب يعني؟ موجب. موجب، هذا المقدار أساساً دائماً موجب لأي قيمة، لأنه X تربيع دائماً موجبة وإحنا عم نزيد عليها 1. طيب نيجي على المقام اللي تحت، لو أخذنا رقم أكبر من 3 على 2 بشوي، شوفوا هلأ كيف. هلأ رقم أكبر من 3 على 2 بشوي شو يعني؟ هاي الإكس إيش حتكون إشارتها؟ آي جماعة موجبة. موجبة بالضبط. هلأ نيجي لهذا المقدار، خلونا نشوف هذا المقدار على جنب، 3 ناقص 2 إكس، شو رأيكم؟ هل هذا المقدار رح يكون موجب ولا سالب؟ سالب. سالب، ليش يا وئام؟ لأنه لو أخذنا رقم أكبر من 3 على 2 وضربناه في 2 وطرحناه من 3 بده يطلع سالب. بالضبط، تكون 2 في ضرب الرقم أكبر من 3 100% بالسالب طبعا. هلا هون يا جماعة شوفوا بالضبط زي ما حكيت وئام، لو أنا مثلا بدي أخذ قديش رقم أكبر من 3 على 2 بشوي صغيرة، يعني شو يعني بشوي صغير أكثر من 3 على 2؟ يعني نكبر البسط صح؟ لما أنا يكون في عندي كسر اللي هو بسط على مقام، إذا أنا بكبر البسط شوي الكسر كلياته بكبر، بينما لو أنا أكبر المقام شوي الكسر كلياته بصغر. هذا الإشي معروف صح؟ يعني زي هيك نص مثلا أكبر من 1/4 مع أني كبرت المقام، لكن لأنه هذا الرقم بالمقام فالكسر كلياته بيكون أصغر، لكن لو أنا كبرت المقدار اللي في البسط فأكيد الكسر كلياته بصير عندي أكبر. فإذا أنا عم باخد 3 على 2 بديش أخذ هاي القيمة، لا بدي أخذ مثلا 3 فاصلة بالضبط على 2. شوفوا لو ناخذ 3 ناقص 2 2 بتروح مع 2 بالضبط، هاي بتروح مع هاي وبصفي انه 3 ناقص 3 1% سالب 1%. ممتاز، اذا هاي الاشاره سالبه. طيب اذا هيك الكسر كلياته هذا شو رح تكون اشارته، موجبه ولا سالبه؟ سالب. سالبه. المقام هو عباره عن مقدار موجب ضرب سالب، فبالتالي بتصير عندي سالب، بعديها البسط على المقام موجب على سالب، فبالتالي بكون عندي الإشارة كلياتها بعضها سالبة، فبتكون هاي عبارة عن سالب ما لا نهاية. طبعا احنا يا جماعة انا بهتم بهاي الأمور لأنه رح تلزمنا لقدام، تمام؟ يعني هاي الأمور كلياتها كيف هاي موجب ما لا نهاية ولا سالب ما لا نهاية، هاي الأمور كلها رح تلزم لقدام، عشان هيك عم بحاول نركز عليها شوي من هلأ. أما بالنسبة للفيرتيكال اسيمتوت فيعني انتوا بتعرفوا فيش داعي لكل هاد، ما لا نهاية سالب ما لا نهاية، إن شاء الله لو في كمان إشارة ثالثة ولا رابعة عندي ما بهمني، المهم إنه طلع عندي ما لا نهاية. فإذن هلأ نقدر نحكي هيك x equal 0 is vertical asymptote and x equal 3 على 2 is vertical asymptote. حدا يا جماعة في عنده أي سؤال على السكشن سواء اللي شرحناه اليوم أو أي إشي شرحناه في المرة الماضية؟ ممتاز، إذا هيك هلأ نقدر نحكي إنه end of section 2.2. هيك نكون خلصنا على السكشن 2.2. أوكي جماعة إن شاء الله المرة الجاية رح نبلش بالسكشن الثالث واللي هي عبارة عن الليلة، يعني ما تبعدوش كثير، ممكن كمان ساعتين أو ساعتين وشوي بنشوف شو بنقدر ننجز منه بإذن الله. أما غير هيك فيعطيكم ألف عافية.